السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اذا ما مشترك بالقناه اشترك وفعل الجرس، لان الفيديوهات القادمه حتكون ناريه، من صدق ناريه. طبعا بهذا الفيديو راح تشوفون الصاروخ الجديد، رحنا الغرولة حتى نجيبه، سياره جديده، وحش جديد. طبعا بهذا الفيديو ما نمنع ابدا، فخليكم نهايه الفيديو حتى تعرفون شنو صار. مشاهده ممتعه. هسه جيت البيت حسين، طبعا راح نشكل هاي، نشكلها هنا مثل ما تشوفون. هنا راح نشكلها على مود نقدر نسحب السياره ان شاء الله من نوصل. طبعا قررنا نصبغه هذا اللون الكروم اللي هو سيلفر، عشان ايدك حسين بعد رذاذ من جاي اروح. طبعا راح نصبغه لان هو شويه مزنجر، احنا جبناه على مود يطلع شكله احلى. اصبغ. اوكي هسه خلصنا الصبغ مال هذا، وراح منتظرين شفه ساعه وان شاء الله نركبه على الهايلاندر. وهذا الصبغ صبغناه بس كنطه جماليه للموضوع، لان هو شويه مزنجر ما حسين. بين تجميلي يسمونه هذا، بين تجميلي صبغ للجماليه فقط. وهسه حسين قاعد يشد هاي الحديد ان شاء الله، واخيرا ركبنا القطعه وان شاء الله تكون جهزت للسفره. زين هي جهزت، انا ما جهزت للسفره. انت ما اريدك، يعني المهم شو القطعه ركبت بتمام. كفو حسين، عشت ايدك حبيبي. السياره ان شاء الله جهزت للسفره وراح نروح بيها. هسه صار الدنيا الليل ورجعت البيت حسين، جهزنا السيارة مثل ما تشوفون، اخذنا العدة اللي نحتاجها بالطريق لا سمح الله كل شيء يصير، فجهزت التويوتا وراح نروح ان شاء الله. جهزت العدة، جهزت العدة، جهزت القطعة حسين. يلا هسه يكون احنا توكلنا، وتوكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الطريق 13 ساعة، وان شاء الله راح نوصل باكر، يعني بتوقيتهم الصبح. حسين من هسه نايم. شكلي راح ازق الطريق كله. يلا الله يسهل ان شاء الله. لا شوف زين الطريق عليك الروحه وعلي الراجعه. هاي شنو؟ يعني ما نتقاسم، تريد يعني خمس ساعات عليك خمس ساعات عليك؟ لا 13 عليك 13 علي. يعني. اقول لك احنا وين رايحين؟ المفروض خليه بيجي بي اس، احنا قبل حركنا. يلا شباب نرجع لكم. هسه كانت اول ستوب اني الساعه 11 بالليل، فولنا بنزين. هسه نكمل طريقنا، تشوفون البنزين فول، وحسين هنا بدي ياكل. خلص الاكل، كفو حبيبي. حبيبي الف عافيه. يلا نكمل. حبيبي ها حبيبي دعمني. هذا اصابه صعد الرصيف؟ لا لا ما صعد الرصيف. صعد الرصيف. ليش زعلان؟ ليش زعلانين الناس؟ ترى ما يصير عادي. تيك ات ايزي. ايش بيهم هذا؟ يلا نكمل يا رب. هسه وقفنا بالمحطه الثانيه، طبعا جعنا لان الساعه 12 ونص بالليل. صراحه طب جو نشوف ايش عندهم شغلات نشتري. هذا حسين ونشوف اللايت مفتوح، هسه يطفى من وحده. المهم ليتس جو. للاسف ماكو اكل، طبعا جبنا بس شباسه لحسين راح يدبر حاله. انا دا احاول اكون شويه صحي فراح انتظر. يلا اكل. طبينا هنا أنا للمحطه، ما ادري رقم. طبعا هم جبنا شغلات من جديد. وانا الشرطي خلاص، لا مش الشرطي. طبعا كان اكو شرطي هسه جا راقبنا، ضربت الاشاره ما ضربتها وانما فتت بيها عسل، لان كنا مستعجلين نريد نوقف، عرفت شلون؟ بس الشرطي ظل هناك يوقف يراقبنا، فقلت له لحسين خلي شوي نتاخر كل شيء يصير. شكل الشرطي تعب وراح ومشي خلاص. يلا طبعا هسه صار الدنيا صبح وانا بعدنا بالطريق. هاي النيسان زي، وان شاء الله راح نوصل بعد خمس ساعات. هسه وقفنا هنا، هاي يم المحطه اكو كلاب، هذول هنا جو يم السياره ركض من هناك تشوفون. أيوة هذا صديقهم نايم، ما ادري امهم. يا امهم وين صديقهم هذي؟ هسه غير يروحون، دا اتحرك خاف نضربهم حسين. والله تشوفوه. شوف شوف شوف. اي شنو هاي؟ هذا ثاني دبا علينا. هلو هي هسه افتح الباب، طبعا راح يجمون علينا مو حسين؟ لا لا تعالوا شوفوا يجيك ولا خلينا نشوف. اجت الاماية هنا، طبعا كل ما نمشي يجون يمنا. المشكلة اخاف ادعمهم يعني خطي. حسين هذا يمك قريب لو لا يم التحت؟ لا لا بعيد عني هذا، روح. شوفوا شوفوا با 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 يجون يم التار. المشكلة يوقف قدام السيارة يا اخي، عوفني. روح اوف روح حرك بيمشي. يلا اوكي يلا يلا باي باي. هسه بعد اللي بالطريق مثل ما تشوفون الاجواء حلوه، الساعه بالسبعة ونص الصبح هسه، والجو كلش حلو والطبيعه والمنظر. طبعا هاي المنطقه عباره عن خضار والشارع سايدين وهاي واي، يعني تمشي بيه سريع عادي. ان شاء الله ما يكون اكو شرطه طبعا.
بس الخضار ما شاء الله كلش كلش حلو. هسه طبعا وصلنا الكوبارتو اخيرا بعد السياقه تقريبا 13 ساعه. هسه راح يطلعون السياره ان شاء الله من جوا، قالوا لي لازم ننتظر بالشمس. هسه احنا جايين ننتظر، بس تشوفونها هواي سيارات مطلعيها هذيك مضروبه اللي تشوفون من ورا. انا جينا للفندق انا وحسين من التعب، قبل جينا حجزنا قبل نمنا هنا طبعا، وهسه صار الدنيا ليل وراح نرجع للبيت، راح نسوق بالليل احسن حتى تكون الشوارع شويه فاضيه واحسن، يعني ماكو هواي ازدحامات وناس، عرفت شلون؟ احنا نرجع بالطريق. طبعا صار لنا يومين ما نايمين، والله ما نايمين زين، تقريبا نمنا بس 3 ساعات، بس صار لنا فجريه وراح نرجع للبيت ويا السياره الجديده. حسين ديشق هاي وانا داسق السياره الجديده. انا هسه جيت الكارواش راح اغسل هاي لاندر، مثل ما تشوفون راح اقعد انظفها شويه ارتبها، لان الصراحه صار الفتره الاخيره شكلها مو حلو السياره، ان شاء الله تنظف. هسه ننظفها من جوا. هسه خلصت تنظيف السياره من جوا، وهسه راح نروح هناك نغسلها. شوفوا هاي السياره اس اس قديمه، شنو هاي نوعها؟ حلوه كلاسيك. هسه راح ندخل نرفع الجامات اول شيء، متاكد هاي مسدوده، هاي هم مسدوده، وندخل جوا شويه شويه. يقول تشوفون حتى ضربوها من جوا كلش حلو. لا 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 يا الله نسيناها جامعة طبعا مفتوحة. فالماء دخل يلا عادي، ما دخل شوية 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 سلولي. بعد صار طبعا دخلت، تشوفون هذا الضوء الأزرق، هذا غسيل السيارات جديد أول مرة أجي صراحة، واعتقد هاي هنا مجاغصون السياره بس بالمي، يعني ماكو هاي الالات تفتر. لا تشوفون بس بالمي. طبعا بس بالمي جاي يغسلوها. انت شايفين شيء قبل لو لا؟ طبعا هاي اول مره اجيها ف اوكي شيء جديد، بس بالمي يغسلون. حلو نشوف. هسه فقره التنشيف بالآلة. طبعا ملخص اللي صار شنو، احنا رحنا الغير ولاية حتى نجيب السيارة الجديدة، صحيح؟ رحنا الغير ولاية، كل ظني انه عبالي راح اسحب السيارة بالهايلاندر، صحيح؟ فرحنا هناك وصلنا ما صار هذا، كل شيء كنا متوقعين ببالنا، فاضطريت اخذ السيارة الجديدة واسوقها 13 ساعة واجيبها البيت حسين. يعني شوفوا الحمد لله والشكر وصلنا بسلامة، هذا أهم شيء، والسيارة سالمة الحمد لله والشكر. هسه وراها اللقطة راح أشوفكم شنو السيارة. جاهزين؟ يلا. أقدم لكم الوحش الجديد موستنج جي تي 5.0 بريميوم، طبعا اللون برتقالي والسيارة كشف. فهاي السيارة قدامكم، هي هاي السيارة طلعناها من المزاد وسقتها 13 ساعة طبعا من غير ولاية. فهاي السيارة مثل ما تشوفون، طبعا طلعت السيارة مضروبة، هي السيارة بها ضربة من ورا. هسه راح اراويكم الضربة شنو، طبعا ضربة كلش خفيفة. هاي السيارة من قدام الحمد لله من قدام كل شي ما بيها، بتشوفون هاي التارات اللي عليها، البريكات مالتها همين. التارات الحلو بيهم لونها رصاصي، مو رصاصي فاتح، لا رصاصي غامق شوية يكون. هاي السيارة من هنا تارات، وهاي السيارة ضربتها طبعا احنا فسخناها، شلنا اللايتات وشلنا الدعامية اللي ورا مثل ما تشوفون. هسه راح اراويكم صورة شلون كانت بالضبط قبل نشيل اللايتات والدعامية الخلفية. بعد ما شفت الصورة طبعا هي هاي ضربة السيارة، تشوفون الصندوق عندنا هنا مكسور، الكاميرا بي هاي احنا فسخناها. هاي اللايت القديم مالتها فسخنا، هاي كلها على مود نعرف ضرر الضربة، يعني قوة الضرر، تعرفون شلون. هاي السيارة من جوا ملاعبها طبعا، هذا الكفر عندنا هنا، هاي شغلات العدة كنا اشتغل عليها بس راد لها شوية تعديل من هنا، ضربات خفيفة على مود ترجع. هاي عندنا جهة شوية سليمة طبعا، بس عندنا هاي جهة شوية طبلي جوا هنا، فان شاء الله راح نصلحها. هذا مثل ما تشوفون هم يراد التعديل، والسيارة عليها اكزوزات، الصوت مال السيارة ما شاء الله طرب خرافي، يعني من اقول لكم طرب طرب من صدق. هاي السيارة من جوا مثل ما تشوفون
كشف هي هسه راح افتح الكشف. الحمد لله وشكر الكشف ما بي شيء انفتح. السيارة جلد. راح اراويكم بس هي على السريع ان شاء الله في فيديو ثاني بعد ما تكمل تصليحة اراويكم المواصفات مالتها 100%. لما تشوفون قاعد بيها هنا انا نطيها شوية ران. طبعا الحمد لله وشكرا ان السيارة ما بيها تشيك انجن لايت، ما عليكم بها بس راح يطفي. ما بيها تشيك انجن لايت بس بيها غلاتات اللي هو التراكشن بي وبي واحد ثاني، تعرفون شلون. والارباكات الحمد لله ما طاقه بالسياره، هو هذا اهم شيء. دائما من اطلع السياره من المزاد اتاكد انه الانجن ما بي شيء، هو هذا اهم شيء. يعني الورا يتصلح، كل شيء، البدي يتصلح، كل شيء يتصلح، بس اي شيء بالمحرك لا والله هاي راح تكون صعبه شويه. فهي هاي السيارة، نفتح لكم الكشف، سوي له هيجي تفر من هنا. تشوفون الجامات شلون نزلت، هاي شنو لازم قدايس عليه. اوكي وقدايس عليه. واو السيارة صارت صيفية رهيبة. حلو مثل ما تشوفوها. طبعا السيارة من قدام موس، كل شيء ما بيها باش، كلها زقت حلو ما شاء الله. وان شاء الله بالمستقبل راح اعدل عليها. خل افتح لكم البنيد هسه، راح ازودها تزويد، اسويها من صدق صاروخ. يعني هاي السيارة راح تكون صاروخ ارضي عن قريب. وهاي هم من ورا طبعا تشوفون الكشف البيها، كلش حلو محليها. احلى شيء بالصيف هو هاي ردتها. طبعا سبحان الله هاي السيارة ردتها مثل ما هي ردت هذا اللون البرتقالي، لان احد الالوان المفضلة اللي يعرفوني يعرفون البرتقالي والازرق اللونين المفضلات ماتي. والحمد لله قدرت اجيب كشف لان هي هاي ردت اجربها. طبعا عندنا هناك كلاب ما جوارين. طبعا انا واقف بكنيسة هنا، هاي المبنى البناية كلها مال كنيسة، بس عادي صوت السيارة كلش عالي مثل ما قلت لكم. ان شاء الله راح اسمعكم الصوت على اصوله من تكمل السيارة، بس انتظروني. والتزويدات مثل ما قلت لكم ان شاء الله همين عن قريب جاية، وتعديلات اكثر. اوكي عندنا هناك كلاب جاي يتعاركون، والله ما اعرف. هذا البيت عنده كلب وهذا البيت عنده كلب، يعني شنو يتعاركون انتو؟ اجي افاككم على الحكم اصير، بس اخاف يلعبون بيا طابة. خليني ساكت وارجع الكشف بمكانه ونروح نخلص السيارة ان شاء الله. بالفيديو القادم راح اكمل تصليح السيارة كله. ارجع الكشف مثل ما تشوفون، ارجع كله، ارجع كله المكان. وش تسوي؟ بس تسوي هيك بالعكس. طبعا اوكي بالعكس عادي. مثل ما قلت لكم السيارة رهيبة وتمشي السيارة ما بيها اي شيء، بس ضربتها كلش خفيفة الحمد لله والشكر. الله وفقنا وان شاء الله. طبعا بيها واي مواصفات ان شاء الله من تكمل راح احكي لكم عليها. ما اعرف اذا تشوفوه ولا لا، تشوفوه ذاك اسود وابيض وعندهم كلب ثاني، حتى ثلاث كلاب بهذا البيت وذاك البيت عنده كلب. الله يسعد ذاك البيت والله ما صارت عركه. اوكي هسه انا خلص خلصت اني شرح عن السياره خفيف لطيف، شرح على السريع هذا مثل ما يقولون. ان شاء الله بالفيديوهات القادمه راح نصلحها واشرح لكم عليها اكثر، واسوي لكم بها فعاليات خرافيه، واسمعكم صوت الاكزوز، لان الصراحه صوت الاكزوز عشقتها منها هسه. يعني افتي السيارة كلها اللي عقمت عشق صوت الاكزوز بي، بس تشوفون ان شاء الله بالمستقبل. المهم راح اودي السيارة اني يا الله، راح اودي السيارة هسه اني ونروح نصلحها. صوت الاكزوز عالي، ما اعرف اذا تسمعوه بال صوت التليفون ما بين كلش عالي بالحقيقة. لا والله يعني الله يسعد الجيران علي والله صراحة، جيران بيت حسين كل يوم يجي عند بيت حسين يقول له شنو هالصوت. المهم مثل ما قلت لكم راح اودي السيارة راح اكملها ان شاء الله، فانتظروني بالفيديوهات القادمة على اكمال السيارة. وبعدها راح تكون فيديوهات اكثر واحتفالية 100,000 عن قريب. مثل ما قلت لكم احتفالية 100,000 انا هاي مناسيها راح تكون عن قريب، راح يكون فد شيء خرافي باذن الله. تمام بس ترقبوا وصبروا لنا شوية، احتفالية فد شيء ان شاء الله. اوكي اوكي قبل لا اروح عيني واعوفكم خل افتح لكم البنيد، لان قلت لكم راح اشوفكم البنيد على السريع. خل افتحه. هذا محرك السياره. طبعا السياره محركها متسرب، لان تعرفون السيارات بالمزاد واقفه الظل، الصراحه السيارات ظل واقفه فتتسرب، يجي عليها مطر، تتوسخ كل شيء. ان شاء الله بعد ما نخلص راح انظفها كلها واضيف لها هنا شغله حلوه همين، راح تعرفون شنو هي ان شاء الله. وبعد ما جاو كل شيء راح اضبطها باذن الله وتصير سياره مثل ما قلت لكم. راح اخليها صاروخ صاروخ، وسمعتك ناس يريدون يسابقون طبعا.
يردون يسبون وياي ان شاء الله، بس انتظروا لي وخلينا نشوف ايش راح اسوي بيهم ان شاء الله عن قريب. نرجع نسده سد البنيت. اوكي يلا يا الله هسه نروح البيت حسين. يلا حبايبي. اوكي حبايبي تردون دوسه خفيفه قبل لا انهي الفيديو وياكم لو لا تردون لو لا. لا لا مستحيل والله. بس 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 هاي تشويقيه بس للي ان شاء الله الفيديوهات القادمه راح يصير بيها. فخرج السياره هسه فوق ونكمل شغل عليها انا وحسين. يلا حبايبي لهنا راح تكون نهايه الفيديو. انتظرونا بالفيديو القادم على اكتمال السياره. مع السلامه.